بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. مستمرين في الوحدة الثالثة، الدرس الثاني ديموندي اي دوني ان اكسبليكاسيون، يعني هسأل وحد تفسير أو رد كلمات مهمة عندنا. زي ما احنا عارفين في كل درس براجع الكلمات بتاعتي، واتمنى ان انتوا تراجعوها من الكتاب الاصلي بتاعكم، سواء كان برافو او مرسي او بونسوار او المعاصر، اي كتاب من الكتب اللي انتوا شغالين منها او مذكرتك مع المسيو بتاعك. طبعا في الدرس ده في حاجة مهمة قوي اللي هي اللوجيك او الاكسبليكاسيون. انا هقول هسأل ببوركوا وارد ببارسكو او بور زائد مصدر فعل. ما ننساش طبعا هنا صيغة النفي مهمة جدا عندنا، واحنا خدناها مع بعض. الموضوع اللي في الدرس ده تحدث عن الريف او المدينة، اللي هو مزايا الريف ومزايا المدينة، وده طبعا موضوع هام جدا جدا عندنا، فناخد بالنا منه. تعال نحلو الامتحان مع بعض. هنا في الامتحان بتاعنا سوبر فاكونس، يعني اجازة رائعة. بونجور سيلين، مرحبا سيلين، وباسو دي سوبر فاكونس افيك لي بارون دو ما سور ليا، يعني احنا قضينا اجازة رائعة مع والدي واختي ليا. لو ماروك، المغرب تعجبني، الجو هناك حار والهواء جاف، ومراكش طبعا مدينة حيوية جدا ومرحة. وذهبنا إلى السوق وكان هناك تانجية، شكلها طبق لذيذ افيك دو لافيوند باللحمة. اني سونز لي، وذهبنا للتنزه على ظهر الجمل. غير أمس الاحتفال بدأ، في احتفال بدأ وشاهدنا عرض موسيقي أورينتال شرقي طبعا، جرو بيزو اي أبينتو، يعني قبلات الحارة، وإلى اللقاء صديقتك لويز. فردت عليها صديقتها سيلين، قالت لها ماشير لويز، عزيزتي لويز، تا جولي كارت، كيف بتاعك بتاع مراكش وصل، وأنا بكتب. أنا سعيدة جدا، لا يوجد كثيرا من السياح، الشارع بتكون هادية. ما جرام سير، أختي وأنا نو سونزالي، هنذهب إلى الشاطئ. نو نو سوم بيني، هنعوم في البحر. نو زافو في إن بالاد، هنعمل نزهة بالمركب. أو ميليو دو لاسيون، في وسط المتوسط. سي سيلون سيو، إنه هادئ. جيتان بريستري فورت، أعانقك بقوة. سيلين، لويز قضت أجازتها مع مين؟ لويز قضت أجازتها طبعا مع والديها وأختها، يبقى صفمي عائلته. دكور عائلته. سيلين باس لي فاكونس، يعني سيلين هتقضي الأجازة فين؟ احنا قلنا سيلين هتقضي الأجازة برضو نانت. نانت، مدينة نانت الفرنسية. دكور نانت. مراكش، في مراكش لويزا هتعمل ايه؟ طبعا بتتذوق طبق مغربي، ولا بتعمل فروسية، ولا بتشارك في حفل، ولا شاركت في حفل موسيقي، ولا طبعا تنزهت على الدراجة. لا، هي تذوقت طبق مغربي. بندولي فاكونس، أثناء الأجازة بتاعت لويزا، لو طون إيه؟ الطقس بيكون طبعا شكله أنسولي، مشمس، جو حر. فاكونس، في الأجازة، في الأجازة. سيلين إي ساسور، سيلين وأختها طبعا هيمارسوا السباحة في البحر، أو هيعملوا نزهة بالمركب، يبقى هي دي بقى أون في إن كروازيير، يعني هيعملوا نزهة بالمركب. سيلين افي ان بروموناد، يعني سيلين هتعمل نزهه بالمركب، صح؟ بالنسبه لسيلين يبقى النزهه بتاعتها بالمركب. ان باتو داكور. اي فاكونس ان فرانس، يعني الاجازه في فرنسا. ان فرانس، فرنسا العام الدراسي بيبتدي في بدايه شهر سبتمبر، والاول اجازه بتكون كده على نهاية شهر أكتوبر، والتلاميذ ومدرسينهم بيبقى عندهم أسبوعين من الراحة. في كمان اليا أنسويت لي فاكونس دو نويل، أجازة نويل، والعيلة بتجتمع. أنا دونك دو فاكونس بور، إذن إحنا عندنا أجازة
بور افوار لو تون عشان يبقى عندنا وقت لنتلاقى في عائله انتو كله على بعضه كده في تقريبا اسبوعين ايه اجازه. انيفير في الشتاء اليا سيكون نابيل اللي احنا بنسميها اجازه الشتاء. ال سي باس او موان دو فيفريير هي بتحدث في شهر فبراير بندو ان سوميل لمده اسبوع. بكو دو فرونسي كثيرا من الفرنسيين بيمارسوا السكي التزلج على الجليد او دو سنوبور او التزلج برضو على الالواح. ما تنسوا لكن انتبه لسبور دو فير رياضات الشتاء بتكلف غالي جدا كتير من الناس ما بيستطيعوش ان هم يرحلوا. ابري بعد ذلك بقى لي فاكونسو دو فير بعد اجازه الصيف في اجازه الربيع سيتو موندو مارس دي في شهر مارس وبتكون اخر اجازه قبل نهايه العام الدراسي. لو مومون لو بلو اتوندي دو لاني اللحظه اللي احنا كلنا مستنيينها في السنه. سي بيان سور لو مومون دو فاكونس دو تي انها اجازه الصيف طبعا. دي اللحظه اللي كله مستناها يخلص بقى من الدراسه. اون دي سي احنا بنقوله كمان دي الاجازه الكبيره. لانها بتستغرق وقت طويل شهرين حوالي شهرين يعني. سوفو غالبا احنا بنحاول نشتغل شويه اثناء الاجازه الكبيره عشان نكسب قليلا من المال. في فرنسا العوده المدرسيه بتكون في شهر سبتمبر طبعا. الفرنسيين بيتلاقوا في عيله اثناء اجازه نويل. التلاميذ بياخدوا الاجازه الكبيره في شهر على فون دو لاني سكولير في نهايه العام الدراسي دي اللي صحيح. أثناء أجازة الصيف التلاميذ طبعا بيبحثوا عن عمل. ماشي بيبحثوا عن عمل ده بالنسبة للتلاميذ لأن بعض منهم بيحاولوا إيجاد إيه عمل زي ما احنا قلنا. لي بريمير فاكونس الأجازة الأولانية أو الأجازة عندنا فبنقوله أول أجازة بتعدي في شهر فبراير ولا بتكون في نهاية شهر اكتوبر. هي دي بتكون في نهاية شهر اكتوبر à la fin du mois d'octobre. بور براتيكي لممارسة رياضات الشتاء اون دوا يجب علينا ان احنا طبعا يبقى معانا مال كفاية. دي مظبوطة الجملة دي. هنختار بقى بالنسبة للمواقف خلاصة من القطعة. فودي مونديه انت بتسأل اخوك لماذا يغلق الشباك طبعا احساسه بالبرد او الناموس. قال يوجد ناموس في الخارج. ان كوبان صديق فودي مونديه بيسألك بوركوا فو نيفولي باسورتي لماذا لا تريد ان تخرج. صديق بيسألك ليه انت مش عايز تخرج. فانت بتقول له طبعا جو سوي تري دي موفيز اومير لاني في حالة سيئة مزاجي مش عالي. فودي مونديا فوتر مي انت بتسال صديقك بوركوا اني فو بارليغ على كومباني لماذا لا يريد الذهاب الى القريه معك او الريف. فطبعا هو بيقول باسكو جو بيغ دي زانيمون لاني بخاف من الحيوانات. فو بروبوزي انت تقترح فوتر مي صديقك على صديقك ان اكتيفيتي نشاط. في الاقتراح طبعا انا هدور على جمله فيها اقتراح عندنا على سبيل المثال تكون جمله منفيه. Tu ne viens pas avec nous. الان تذهب معنا الى القرية. وده طبعا برجع تاني للاقتراح وبقول الاقتراح هو عبارة عن ست حلقات اللي احنا خدناهم قبل كده. Votre père, والدك vous demande بيسألك pourquoi vous êtes de très mauvaise humeur. ليه انت مزاجك ماهوش سليم مش كويس يعني. فبتقول طبعا لان عندي واجبات كتير. J'ai beaucoup de devoirs. Votre ami, صديقك, ne mange pas de chocolat. ما بيأكلش شوكولات. شوكولات, il vous donne une explication. هو بيديك بقى تفسير. أكيد حيقولك عشان سنان وجعاء أو متابع نظام غذائي. فبيقول j'ai fait un régime pour maigrir. هي دي. أنا أتبع نظام لكي أخس. Vous informez, أنت بتستعلم عن كريب. عن فطائر. فعايز تعرف الفطيرة دي هي إيه. فبتقول طبعا لو كريب سيكوا الكريب ده هو عبارة عن فوزافي بيغ انت خايف من الكلب. فبتقول طبعا كالغو يا له من رعب او من موقف مرعب. كي تي فا توندر من سوف من انت تنتظر في المطار. فانا ما انتظرش حد لان كي بتتنافي بايه
ببيرسون. لويزي كوتا، لويزا بتسمع سيدي، يبقى تسمع جيدا، مفيش جيدا هنا. بلي كودا طبعا بتاعت مقارنة، بوندي صفة، عايزة اسم بعدها مباشرة. سوفون يبقى غالبا هي اللي هتمشي، لان تري برضو بتعوز صفة بعدها. جو دوا مي انترينير تو لو جور بور، يعني انا يجب ان اتدرب يوميا لكي، وبعدين كورس طبعا افوز بالسباق، غانيي لا كورس. مي بارون والدي، جو في لور انفوايير، ارسل لهم. والدي عاقل، فيرب انفوايي بياخد حرف الجر ا مع العاقل، يبقى ارسل الى والدي، يبقى هتبقى لو. Tu ne vas pas sortir, Alan t'achrod, fallu, je vais rester à la maison. سوف أبقى في المنزل، يبقى نو. لأنه هو هنا أجاب بإجابة تخالف السؤال. تيا راكونتي تون سوارا كيلكون، تحكيت قصتك دي لحد؟ قال له لا، ده أنا ما حكيتهاش إلى بيرسون. طبعا عندي بيجي بعدها ريا أو بيرسون. في الجملة الأولانية في كلمة كيلكون، فنفيتها أنا بيرسون. أمير نو أشتي أو مارشي، يعني أمير ما اشتراش حاجة من السوق، يبقى ريا. إليا دي موستيك دون لا شامبر، ولا إن موستيك ولا أن موستيك. طبعا كلمة موستيك مذكر، عندنا موستيك مذكر، فهناخد أن. تي ترمان دو جودي، يبقى أكلر، في أي ساعة أنت تنهي يوم الخميس، أنت تنتهي يوم الخميس. Vous sortez le matin. أنت خرجت في الصباح؟ قال له أنا لم أخرج الصباح. يبقى لم أخرج أبدا. Jamais. طيب الجملة اللي بعدها. Tu vas encore à la ferme de ton oncle. قال له je ne veux plus. لم أعد أذهب هناك، لأن هنا كلمة encore. Quand tu vas à la campagne. يبقى هقول je vais à la campagne le week-end. يعني أنا بذهب إلى عطلة نهاية الأسبوع في الويكند، عطلة نهاية الأسبوع. يعني بذهب إلى القرية في عطلة نهاية. Qu'est-ce que tu fais à la campagne؟ ماذا تفعل في الريف؟ يبقى أقول je me promène à cheval. أنا بتنزه على الحصان. أو أقول je aide mon oncle. أنا بساعد عمي على فيرم في المزرعة. je fais du vélo. أنا بمارس الدراجات، etc. الموضوع هنا هتكتب انت بتفضل الحياة في الريف، اديني بقى الاكسبليكاسيون بتاعتك، التفسيرات بتاعتك لحبك للريف. طبعا كلمة اجريابل يعني مناسب، وامي اصدقاء، سينما سينما. هنكتب الموضوع وممكن ابعتهولي واحنا نصححه سويا مع بعض. روفوار، اترككم في رعاية الله.